استوديوهات فرسان العراق تقدم لكم سيدنا وغالينا غالي ما حاجة توصينا غالي وقت الصعب جنودك احنا وبالسهل مقاوينا ما سولف قدامك انا رد احجي ويلامك انا التاريخ سولف الهن طق ايامك بينا احنا ما ضاع الحال للموت ونحشال شاول القدام ما قيش صدري ومن الحنانة صدري ومن غيره نانة بس غش مروحة وما كان لسانة حق نجمة صدر عدال مية سلم فوق الليل ساحق نجمة صدر عدال مية سلم فوق الليل ساحق نجمة صدر عدال مية سلم فوق الليل ساحق نجمة مالك شغل بوضعي داعش افرح ينزل دمعي داعش لا تخلينا نسالف داعش وكهل الطق ربعي أنا عرف تكليفي أنا لا كيفك لا كيفي أنا ما تعبك تقصدني أنا جد يندلك سيفي بلك الله وتنده حتى الليل انشال بارود اسبخان ذول احنا اهل الطيب ويا مكثر حيلي يا داعش يلي الحط عينا بعيني يخلص من والي سيدنا يا غالينا حضرك يحسبينا يا مقتدانا وراس الموت تعبر بينا سيدنا يا غالينا حضرك يحسبينا يا مقتدانا وراس الموت تعبر بينا شواب الموت شايل جفايا ثقل الزود ما تنكتفه يا صواب الموت شايل جفه ثقل الزود ما تنكتفه صواب الموت شايل جفه ثقل الزود ما تنكتفه صواب الموت شايل جفه ثقل الزود ما تنكتفه احسب لك لو كافي داعش لا حسبالك غافي داعش كل مره نمشيها داعش شو جنك متعافي بس نتحرك والله داعش عاقلها احنا الخبلة داعش لو عشر تدريها سيد قاع الصيح اسم الله غيرك غيرك جان اشطر نوصل اي والله ونقدر يا خفي هني الموت صحانة تكبر وينك صارت كم مرة وينك موهاي العبرة شفناك انت ويا الحايي عشرتكم عشرة سلامها وتحت امره عد الموت سالم عمره صاع سلامها وتحت امره عد الموت سالم عمره صاع سلامها وتحت امره عد الموت سالم عمره صاع سلامها وتحت امره اعقل من اخبالك داعش تعرف من هو قبالك داعش رايح وين شماله داعش وكشو تايه بالك شايف هل من راجع داعش والما شايف سامع داعش ارجع داير راسه داعش شنهو من لك ضايع بينك لا تمر احسن لك زامط من قبلك بينك نار تقبي
علينا ترجع لا ذلة ما واحد غيري سامع تحذيري بس يطلع راسي ما يقنص طيري إنتاج استوديوهات فرسان العراق، إدارة التوزيع علي نزار.